واتساب يوتيوب، انا معاكم فيديو جديد على قناه جي دكتور. قبل ما نبدا فيديو ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد. ولو انت حابب تشتغل معايا فور ورك كلمني، انستغرام ان ديسكريبشن اسفل الفيديو ورقم الواتساب. فيديو النهارده جايين نشرح عن ازاي عملت للبومب اولز السادنز بيت، اللي هو اخر تراك يعتبر بتاع للبومب نزل عنده مغني رابر امريكي. نسمع كده الميلودي اول حاجه عملناها ازاي. هو يعتبر صوت بيز خفيف من السايلنس. نسمع كده الميكس، نشوف الميكس عامل ازاي. بيفور افتر، يعتبر قبل وبعد الموضوع عملناه هنا، قفلنا شويه من البيز، شاورس بالشكل دوت، والساترن، ثم الكمبريسور خفيف، ثم ضفنا حاجه بسيطه جدا تحت الميلودي، وهو صوت شبه صوت البلوك شوية. نسمع كده صوت البلوك عامل ازاي، وده يعتبر المميز في الميلودي. ومن نفس الآلة من VST Silence بردك، وضفنا هنا الويف شيبر على الميكس والإيكولايزر بالشكل دوت. ثم نيجي هنا للدرمز، حاجة الـ 8 to 8 spins 8 to 8 زود فلترز تنقي فلتر من الصوت كويس. ثم الـ high hats ضفنا على الـ high hats فروت ليميتر وعملنا الشكل دوت، and soft tube. ثم الـ equalizer بالشكل دوت، قفلنا الـ mid، قطعنا هنا cut for the mid. بعد كده السنير هنا، نسمع كده السنير، علينا شوية من الهاي فريكونسي من هنا بس كده. فبعدين نسمع البيت كله عامل ازاي، وعملنا شوية تقطيعات هنا، نسمع البيت عامل ازاي. بس كده كان فيديو نفسي، عشان تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان يوصلك كل جديد. وفور ورك كلمني اسفل الفيديو ان ديسكريبشن، ماي انستجرام ان ديسكريبشن. بس كده كان معكم ديجي ديكو من قناه ديجي ديكو 2. فالسلام، جود باي.